مباراة صعبة لكن انتهت في الدقيقة 91، الدقيقة المفضلة للنادي الأهلي، قدر يكسب طلائع الجيش بنتيجة 2-1 بهدفين لجونيور أجايي الغير جاهز بدنيا، وده اللي مستر بيتسو موسيماني اتكلم عنه، قال إن جونيور أجايي النهاردة قدر يحسم المباراة بتسجيله هدفين قاتلين، سواء الهدف اللي في الشوط الأول بعد ما اتأخرنا في النتيجة، أو الهدف في الشوط الثاني في الدقيقة 91 وقت ما كانت الناس كلها بتجهز أوراقها إن المباراة انتهت بالتعادل، لكن النادي الأهلي قدر يخطف 3 نقط طلع بيهم للمركز الثاني خلف نادي الزمالك بفرق 5 نقط. الأهلي دلوقتي لاعب 10 ماتشات وعنده 24 نقطة، والزمالك لاعب 12 مباراة وعنده 29 نقطة، ولسه فاضل لنا ماتشين ونعادل ماتشات الزمالك. ومعاكم احمد عصام من ملعبنا الاهلي والسلام، وحلقه جديده من برنامج يلا يا اهلي. مستر بيتسو موسيماني النهارده كان بيتكلم عن اكتر من حاجه، وكان شكله مش مبسوط في المؤتمر الصحفي رغم الفوز والثلاث نقط اللي بنفوز بيهم النهارده في مسابقه الدوري بعد غياب طويل للمشاركه في كاس العالم للانديه، وكمان للمشاركه في بطوله دوري ابطال افريقيا اللي لعبنا فيها ماتشين. مستر بيتسو النهارده اتكلم عن حاجات كتيره قوي، لكن خاص بالذكر أجايي والشناوي. طب النور قطع علينا، تعالوا نشوف. طيب مش مهم اللي انا بقوله، نشوف مستر بيتسو موسيماني قال ايه عشان الملعب طفى الانوار. نبص مستر بيتسو موسيماني قال ايه عن ماتش النهارده. يس when it's difficult you need important players to come up. لما يكون المباراه صعبه انت بتحتاج اللعيبه الكبيره دايما علشان تقدر تعدي المباراه. The captain has been very good. الكابتن كان هايل. It's not only this match. مش الماتش ده بس. Even in the World Cup. حتى في even before. كاس العالم الانديه وقبل كده. He's showing yes the game is not who scored first. The game is. The game. The results of the game. النتيجة بتاعت المباراة. It's not who score first. مين اللي بيحط الجون الأول. It's what happens in the last. In the last minute of the match. النتيجة بتخلص إزاي في آخر دقيقة من المباراة. Sometimes you score first. أحيانًا أنت ممكن تجيب الجون الأول. Like الجيش. زي الجيش. And then you lose the match. وبعدين أنت تخسر المباراة. Okay. Last time we were playing here. Somebody scored 2 goals in the first half. أنا بلعب هنا في حد سكور جونين. At the end we scored 3 goals. وفي الآخر إحنا جبنا 3 جوان. That's the character of Ali. That's the character of this team. هي دي شخصية النادي الأهلي. هي دي شخصية الفريق. It's not the best of the best. هو مش أحسن الناس. مش أحسن حاجة. But they deliver. ولكن اللي بيوصل. This generation of one. الجيل ده. 3 cups now. كسب دلوقتي 3. They won to the World Cup. They got a bronze. عالم الأندية جابوا جوان. Tonight they got 3 points. النهارده جابوا 3 نقط. We'll talk after. وهنتكلم بعدين. Okay. It's not gonna be nice every day. مش هيبقى كل يوم كويس. Life is not about that. والحياة مش even for yourself. حتى لنفسك انت شخصيا. Tomorrow you have a down. Tomorrow you are up. بكرة ممكن تبقى تحت وبعده تبقى فوق. Liverpool eh? Jürgen Klopp. Liverpool. Thank you. شكرا. سكور جونين. At the end we scored 3 goals. وفي الآخر إحنا جبنا 3 جوان. That's the character of Ali. That's the character of this team. هي دي شخصية النادي الأهلي. هي دي شخصية الفريق. It's not the best of the best. هو مش أحسن الناس. مش أحسن حاجة. But they deliver. ولكن اللي بيوصل. This generation of one. الجيل ده. 3 cups now. كسب دلوقتي 3. They won to the World Cup. They got a bronze. عالم الأندية جابوا جوان. Tonight they got 3 points. النهاردة جابوا 3 نقط. We'll talk after. وهنتكلم بعدين. Okay. It's not gonna be nice every day. مش هيبقى كل يوم كويس. Life is not about that. والحياة مش even for yourself. حتى لنفسك انت شخصيا. Tomorrow you have a down. Tomorrow you are up. بكرة ممكن تبقى تحت وبعده تبقى فوق. Liverpool eh? Jürgen Klopp. Liverpool. Thank you. شكرا.